السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على سيدنا سليمان، هيكل سيدنا سليمان. لاحظ إن إحنا بنقول سيدنا سليمان، هنشوف الصهاينة بيقولوا عليه. طيب، قبل ما نبدأ إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنشوف الأسطير اللي قامت عليها دولة الكيان وبنناقشها. يعني مفيش أي مشكلة خالص إن أنت تعتقد في دينك ما تشاء، ما مش هنناقشك فيها، ما مش داخل أنا في مجال مقارنة أديان. لكن لما تكون الأسطورة أو الفكرة اللي أنت حطيتها دي بتهدد كياني وبتهدد وجودي، لأ، ساعتها نقف ونبدأ نناقش الأفكار دي. يعني من ضمن الأساطير اللي قامت عليها دولة الكيان إن سيدنا نوح ليه أولاد سام وحام ويافث، وهو أنزل اللعنة على كنعان ابن حام. وهم أصلا في لما تقرأ العهد القديم يقول لك ان ركب معاه ثلاثه، ما كانش فيه كنعان، يعني كنعان ده اتولد في السفينه وبقى شاب كبير او اتولد بعدين، فهو بيلعنه قبل ما يتولد. هي دي الحاجات الغريبه. احنا عملنا فيديو كامل عن ابناء سيدنا نوح، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله. لكن دي من ضمن الحاجات، يعني انك تلاقي بعض الحاجات يقول اللغات الساميه. يعني ايه اللغات الساميه؟ اللغات اللي اتكلم بيها اولاد سيدنا سام. طب وفين اللغات اليافسيه واللغات الحاميه؟ وليه يبقى في معادات الساميه ومفيش معادات الحاميه؟ ما ننسى مصطلح بقى الساميه ده خالص، لانه لا يوجد عليه دليل تاريخي ولا علمي ولا اي حاجه خالص. دي من ضمن اساطير كتيره ولازم نكون حذرين منها. يعني لو انتوا بتقولوا ابناء سام، طب فين ابناء يافس وابناء حام؟ تاريخيا وعلميا مفيش حاجه اسمها ان الاجناس كلها بيرجعوا لدول. طب وفين ابناء فين الهنود الحمر؟ من ابوهم؟ واجناس كتيره جدا، فان احنا نرجعهم كلهم. طب خلاص، ما نقول بقى اللغات النوحيه اللي هي نسبه لابو سام اللي هو سيدنا ادم. فما فيش اي دليل علمي اكاديمي شرعي. القران ما بيتكلمش عن الثلاثه دول، يعني اي حاجه بتلاقيها تعرف ان دي من الاسرائيليات، ولا يوجد غير حديث واحد شديد الضعف لا يؤخذ به. تمام. طيب هنتكلم بقى عن هيكل سيدنا سليمان. وبداية كلامنا ان ارتفاع بناء هيكل فوق جبل موريا، واختلف كتير جدا. يعني في ناس كتيرة قالوا ان هو لا مش موجود في المكان دوت، ناس اسرائيليين كتير قالك لا ان هو مش موجود الهيكل ده. والهيكل ده اتهد كذا مرة، اليهود عملوا ثورات على الحكام الفرس والروم فاتهد اكتر من مرة. حتى لما المسلمين دخلوا لم يكن له اي اثر، ما كانش فيه ولا حيطة موجودة ولا حتى حائط المبكى او حائط البراق زي ما بيقولوا. هنشوف التفصيل ايه رايهم. يعني انا مش هستدل بكلام اي حد مسلم او اي حد معادل الكيان، كله من قلب الكيان نفسه، من المكاتب الرسميه ومن الكتب الرسميه بتاعته. والبيت بيقولوا في طبعا سفرين، ده هنا بيقول لك ان هو 60 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وسمكه 30 ذراعا. المفروض ان هم قعدوا عشرات السنين يبنوا فيه، بينما هو لما تيجي تحولها تلاقي واحد 30 متر في 10 متر في 15 متر، يعني حاجات بسيطه خالص. واحنا متعودين اصلا، يعني طول ما احنا بنتكلم في العهد القديم ان هم بيزودوا، يعني يكون مثلا عددهم 10 يخلوهم 100. تمام. حتى احد الاسرائيليين لقيته كده بيقول ازاي سيدنا موسى دخل، سيدنا يوسف دخل عائلته كانوا كام واحد؟ كانوا 40 واحد. يعني كده يخرجوا بعد كام سنة، بعد 70 سنة ولا حاجة، نلاقيهم 500,000. ازاي؟ انتوا بتتكاثروا ازاي؟ ماشي. فالموضوع غريب. سفر اخبار الايام التاني بيديني ارقام تانية خالص. تمام. ففي اختلافات، شنو ارتفاعه بقى 120 بدل 30 ذراع. تمام. فبنلاقي واحد دكتور اسمه اس شاكين، ده استاذ الاثار في جامعة تل ابيب، صهيوني صهيوني صهيوني، بيقول لك من منظور علم الاثار احنا ما عندناش اي معلومه عن جبل هيكل في القرنين العاشر والتاسع قبل الميلاد. ما فيش اي معلومه بتدل ان هو كان موجود، وقعدنا ندرس كل الاماكن ما فيش اي معلومه بالطابع. خلي بالنا ان احنا يعني بالنسبه للمسلمين ان هي كانت في مملكه كبيره صغيره، ما فيش تفصيل. انما في العهد القديم ان هو كان يحكم الدنيا كلها، وكان بيحكم القارات كلها، وهي كان قويه جدا وحاجة. فالوصف بتاعهم ما ينفعش ان احنا ليه نختفي. يعني لما مثلا بنناقش مثلا حاجات ايام مثلا الدوله العباسيه، بنلاقي في بعض الدول الصغيره تطلع وتختفي من غير ما تاخد بالك منها.
انما بالوصف بتاعها ان هو حكم كل البلاد العربية وغيرها، فأكيد لازم يتبقى حاجة يعني، طبع عملة، عمل كلية، عمل حاجات ضخمة تبقى موجودة لغاية دلوقتي. فتوماس تومسون في كتابه الماضي الخرافي التوراة والتاريخ، مفهوم بناء الهيكل السليماني بوصفه مركزا لعبادة يهوه، تلك الصور لما كان لها في أوصاف الماضي التاريخ الحقيقي، إننا نعرف فقط قصة وما نعرف حول هذه القصة لا شجعنا على معرفتها كما لو أنها تاريخ. في تناقضات شديدة جدا في القصة، يعني تناقضات رهيبة يعني، حتى قصة سيدنا نوح لما تيجي تقرأها في العهد القديم تلاقي في تناقضات رهيبة يعني، مرة تحس إن هما قصتين مش قصة واحدة يعني، مرة يقول له إيه خد من كل حيوان كل نوع ذكر وأنثى، خد 2 بس، بعد كده هتلاقيه يقول له خد 7، إزاي 7؟ قال لك ما هو لما هينزل المفروض يشكر ربنا فيذبح 2، يبقى كده الموضوع انتهى، فهياخد ناخد 7 على أساس يذبح 2 اللي هو القربان عندهم، وبعد كده الخمسة دول هم اللي تناسلوا بعد كده، هم بيحبوا رقم 7. لذلك هتلاقي مثلا الأول كتابة للتوراة، ودي يعني بعد وفاة سيدنا موسى بأكتر من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح بحاجة بسيطة يعني 50 سنة ولا حاجة، اللي هي السبعينية، الكتابة السبعينية هي مش ترجمة، هو ما كانش أصلا في كتاب، هما بدأوا يجمعوا كلمة من هنا وكلمة من هنا وشوية ورق موجود وحاجات زي كده، كان بطليموس التاني قال لهم أنا عايزكم تكتبوا التاريخ بتاعكم كده الواحد يقراه، فهم كانوا بيكتبوا ورق ويخبوه ويسيبوا حاجات مش موجودة أصلا في الكتاب. فقعدوا مع بعض وقالوا إن هم 70 عالم وقعدوا 70 يوم، بينما هم قعدوا أكتر من 300 يوم يعني أكتر من سنة، فجمعوهم وقالوا ده الكتابة السبعينية ودي العهد القديم، لكن هم حطوا حرف حاجات كتير جدا. طيب تعال نشوف بقية الإسرائيل فينكلشتاين من جامعة تل أبيب، تمام، احنا مش جايبين حد من عندنا خالص، كله من عندهم، تمام. بيقول لك بيشكك ان اليهود اصلا عاشوا في القدس، بيقول لك انا مش لاقي اي دليل، ده اتنشر في مجله اسمها جيروساليم ريبورت، دي مجله اسرائيليه، هو بيشكك بوجود اي صله لليهود بالقدس، بيقول لك لا يوجد اي اساس او شاهد اثبات تاريخي، ده بعد ما عملوا رحلات كتيره يعني علماء اثار قعدوا يدوروا بيحاولوا يلاقوا حته يعني عمله، يلاقوا ورقه، يلاقوا طرف ان في وجود سيدنا داود في فلسطين كلها مش موجود، وراحوا دوروا في العراق وما لقوش، وراح يعني سبحان الله. بيقول لهم انتوا بتقولوا ان القدس حاسمه ليه؟ طب ما فيش حاجه خالص، والذي سياتي المايه من صلبه للشرف على بناء الهيكل الثالث، مؤكدا ان شخصيه داود على حسب كلامكم كزعيم يحظى بتكريم كبير لانه وحد مملكتي يهوذا واسرائيل، هو مجرد وهم وخيال ليس له حقيقه. وشكك في وجود سيدنا سليمان بن داود، طبعا احنا مؤمنين بيه لان هو موجود في القران، تمام، لكن هم يعني حتى لما تلاقي سيدنا داود وسيدنا سليمان هم بيقولوا سيدنا، لكن هم بيحطوها اصلا في سفر الملوك وبيقول لك ان دول ملوك مش انبياء، ده كان عندهم انبياء موجودين في المملكه بتاعتهم لكن هم ملوك، وبيكفروا سيدنا سليمان، كفروه ليه؟ يقول لك في اخر حياته بنى اصنام لكل واحده من زوجته، متجوز كذا واحده، فكل واحده كانت بتعبد اله، فعمل لهم آلهة يسجدوا وسجد للآلهة دي عشان إيه مراته ترضى عليه وتخليه إيه ينام في الشقة. هم بيكفروه يعني، هم بيقولوا إن هو كافر، قالوا سبب انهيار المملكة بتاع سيدنا سليمان وهيكل سيدنا سليمان سببه إن هو يعني عبد آلهة غير ربنا والعياذ بالله. فنرجع بقى لإسرائيل فينكشتاين، هو مشهور بقى بالآثار، بيقول علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شوية تاريخية أو أثرية، وحتى قصة الخروج والتهم في سينا وانتصار يوشع بن نون على كنعان، ليه؟ الأحداث دي متحركة شوية عن أماكنها، يعني ممكن في مرة من المرات نقول لكم الأماكن الحقيقية حسب اجتهادنا في كل واحدة فيهم. هم بدأوا يحرفوا كتير لأن لما الطلب بيكتبوا فقعدوا يكتبوا حاجات وعندهم حاجات كتيرة جهل، وغلطوا مثلا في مدينة سيدنا إبراهيم، يعني حاولوا ينسبوها لأماكن مشهورة وأماكن معروفة، واخطاء في حاجات كتير جدا يعني، ما كانوش زي ما هم بيحاخامات يعني فاهمين كل حاجه، فهم طلعوا حاجات كتير كده غلط، فهم ما لقوش اي قصص وارده في التوراه، لان التوراه الحقيقيه اللي كانت على عهد سيدنا موسى اتحرفت كتير جدا جدا، ما كانوا كل واحد بيكتبها في ورقه وبعد كده يضيعها او يعني ما يشاركهاش وهكذا.
بيقول لك لا يوجد اي اثبات او شاهد حقيقي على وجود هذا الملك سيدنا داود. وبيقول ان كل ما يتعلق بهيكل سليمان مفيش اي شاهد اثري يدل ان هو كان موجود في يوم من الايام. فهو جرى تقديم من القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد بوصفه العصر الذهبي لاسرائيل وعاصمتها في اورشليم. دي الفترة دي مرتبطة بالمملكة المتحدة اللي بتضم السلطة السياسية لشاول وداود وسليمان وسيطر على جسر البر الضخم من النيل إلى الفرات. حاجة بالحجم دي ازاي مش موجودة؟ إضافة لمفهومها عن الهيكل الذي بناه سليمان بوصفه مركزا لعبادة يهوه، لأن هو قال له اشتكى له اشتكى سيدنا داود، لكن اللي بنى الهيكل سيدنا سليمان قال له أنا من ساعة ما خرجت من مصر وأنا موجود في خيمة. ده كلامهم اللي هو التقسيم، الحلول، فكرة الحلول. وهم عندهم فكرة الحلول ان كل يهودي روح الله او ربنا يحل فيه والعياذ بالله. هو شايفين ان الدولة معمولة يعني ربنا حل فيها، دي دولة يهوه. تلك الصور لا مكان لها في اوصاف الماضي التاريخ الحقيقي. التاريخ ما بيعترفش بحاجة زي كده، احنا بنعترف بها كقصة. والقصة يعني اتكلمنا في الموضوع ده في فيديو قبل كده هحطه لكم برضو. القصص دي اثرت كتير جدا، ان خلت ناس كتيرة بالذات بروتستانت يقفوا جنب فكرة إنشاء وطن اليهود، وباعتبار إن ده حاجة أساسية لعودة المسيح، مع إن مفيش ربط بين ده وده، يعني مفيش حاجة إن المسيح هيرجع لما يحصل كذا، لا هم اللي حطوها بسبب القصص، لأن العهد القديم ما كانش ليه قيمة أو وزن حقيقي غير لما المسيحية ظهرت ولقوا إن عندهم أحكام كتير ناقصة. فقالك سيدنا عيسى كان يعني يهودي، فاحنا هناخد الديانة اليهودية كتكملة او الشريعة اليهودية كتكملة للعهد الجديد. فما فيش اي اعتراف بالقصة اللي موجودة، وما فيش اي دليل على وجود ملوك زي شاول او داود او سليمان، ما فيش اي حاجة في الارشيف او لحي خالص. واحلال جبل موريا حيث بنى سليمان المعبد محل ارض الموريا، وهو تعبير جغرافي غامض لا يمكن ان يكون قد حدث في فترة الهيكل الاول. مفيش في الفترة دي كلمة موريا خالص، ما كانش في جبل مسمى غير في حتى الاسفار كلها بتاعت اليهود ما كانش ذكرت ده ما عدا اسفار اخبار اليوم، وده كتاب متأخر كتب بعديها بسنين كتيرة جدا. ده واحد كتبه بعد الاحداث كلها ما حصلت وبعد العودة من المنفى في بابل. فهو بس حب ان هو يصبغ على هيكل سليمان هالة المكان اللي شهد حادث تربيط اسحاق تذكاريا. فدي نوع من انواع الكذب واختلاق، وقعدوا يعملوا حفريات كتيرة جدا يعني حتى الان مستمرين في حفريات بحيث ان هم يلاقوا اي حاجة تأكد كلامهم، لكن الحمد لله مفيش. حتى زئيف هيرتزوج احد المؤرخين الاسرائيليين عمل دراسة اكد ان الاسطرة التوراتية ليس لها اي سنة تاريخ وتتعارض مع الاحداث التاريخية. فحد كان بيساله يعني ما دام الاسطير التوراتيه ليس لها اي سنه تاريخ انتوا هنا بتعملوا ايه؟ بقول لكم انا جاي من اسرائيل. قال له احنا هنا عشان ده، عشان احنا هنا ده امر واقع، يعني من الاخر عشان احنا عندنا سلاح وعندنا باتش والحاجات دي كلها. فهو حقيقه سياسيه تاريخيه ليس لها اي قداسه. حتى دائره المعارف البريطانيه بتقول ما فيش اي حاجه بتاكد ان الهيكل كان في حرم المسجد الاقصى، خصوصا ان تايتوس عندما هذا عام 70 ما سابش حاجه خالص. طيب توماس تومسون بيقول ان هي محاولة كتابة تاريخ فلسطين في اواخر الالف الثانية قبل الميلاد او بدايات الالف الاولى قبل الميلاد على الضوء التام لمصادر الكتاب المقدس تبدو على الفور محاولة فاشلة او ميؤوس منها، بل يمكن اعتبارها محاولة هزلية بالكامل وتبعث على الضحك والفكاهة. قصة العهد القديم ما هي الا مأثورات وحكايات كتبت اثناء القرن الثاني قبل الميلاد، تمام، اللي هي بأمر من بطليموس وما كانش لا يهودي ولا مسيحي ولا اي حاجة خالص. وانه مضيع الوقت ان يحاول انسان ان يثبت مثل هذه الاحداث التوراتيه، صرف فلوس كثيره الناس تروح تدور من خلال علم الاثار القديمه، فالعهد القديم ليس له اي قيمه كمصدر تاريخي. كيت وايتلام في كتابه تلفيق اسرائيل التوراتيه طمس التاريخ الفلسطيني، ده اسم الكتاب، بيقول ان صوره ماضي اسرائيل كما وردت في معظم فصول الكتاب العبري ليست الا قصه خياليه، تلفيق للتاريخ. ده كتاب تومسون في كتابه التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي.
وشلومت ساند كتابه كيف اختلق الشعب اليهودي. يعني ما اصلا ما كانش في حاجه اسمها شعب يهودي اصلا، دي مصطلح غلط، مفيش حاجه اسمها الشعب اليهودي. اليهود عندهم فكره معينه، ديانه معينه، لكن هو مش شعب، ده هو عايش في حارات، حاره اليهود في مصر، في العراق، في سوريا، حاره اليهود. بيقولوا ان القوميه اليهوديه دي خرافه، واليهود اللي بيعيشوا اليوم في اسرائيل ليسوا على الاطلاق احفاد الشعب العتيق الذي عاش في مملكه يهوذا، واليهود لم يطردوا من الارض المقدسه، ومعظم يهود اليوم ليس لهم اي اصول عرقيه في فلسطين التاريخيه. احفاد اسرائيل اللي هم بني اسرائيل لما جت المسيحيه دخلوا المسيحيه، ولما جه الاسلام دخل الاسلام اغلبهم. فان انت بعد كده في ناس قبائل تانية زي الخزر دخلت اليهوديه، فهم دول احفاد ناس من اوروبا من ناحيه تركيا. طيب نخش بقى لليومين دول، في حاخام يهودي يهورام مازور، ده امين سر مجلس اليهوديه التقدميه، كتب في العدد الاول مجله بلتيم اليهوديه سنه 1970: هل من المهم تأديه الصلاة على وجه التحديد عند حائط البراق؟ قال لهم مفيش أي قدسية لحائط المبكى في الديانة اليهودية، وليس له أي حاجة خالص، ما كانش موجود، والحرام إن أنت تدخل، حرام إن أنت يهودي يدخل ساحة الأقصى، ده حاجة حرام عندهم. تمام؟ لأن المفروض أصلاً إن هما الخامات قالوا إحنا ملعونين، ده بالأكتر من سبب، المفروض إن هو عشان يتطهر من النجاسة بيذبح بقرة حمراء، دي مش عشان المسيح يرجع، ده المفروض عشان يتطهر من النجاسة بتاعته، وده اتعملت تقريبا 5 مرات من ساعة موسى لغاية دلوقتي. فهو نجس وما ينفعش يدخل المكان الطاهر دوت غير لما يتطهر. فبيقول لك ما فيش حاجة اسمها تعمل حفلات البلوغ لأن أنت نجس. تمام؟ ده وصف هو، يعني اتكلمنا في إن الوصف بتاعهم إن هو قال لك مفيش اصلا حاجه ليها علاقه، دي عباده اوثان، اللي بيصلوا هناك دول عباد اوثان، ولازم يختاروا مكان اخر لصلاه اليهود. وارنست مارتن بيقول لك ان الحرم القدس الشريف لم يكن يوما في التاريخ مكانا للهيكل، وان حائط المبكى الحالي لا علاقه له بالهيكل، وانه حائط مصور. تمام؟ ده كلامهم. وحتى في لجنه اتشكلت اللجنة دي اتعملت مع مجلس عصبة الأمم، قال لك إن المسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي. تمام؟ دي اللجنة كانت سنة 1930، وممنوع إن اليهود لا يجوز لهم إن هم يصلوا في الحاجات دي. طب مين اللي إداهم الحق دوت، أو مين اللي سمح لهم؟ ده سلمان القانوني، السلطان سلمان القانوني، ده كان من ملوك الدولة العثمانية، وليس خلافة، هي مش خلافة، هي دولة. هو سمح لهم ان هم يخشوا المكان دوت يقعدوا كده يتأملوا، ويقعدوا يقرأوا بصوت واطي الحاجات بتاعتهم. قال لهم انتوا مش انتوا بتقولوا المكان ده حلو عندنا، خلاص اقعدوا براحتكم. وقال لهم اقعدوا كده جنب حائط البراق، ما كانش اسمه حائط المبكى، هم كانوا شايفين ان ما لهمش دعوة بيه، يعني ده مش تبعنا ولا حاجة خالص، بس احنا مكان حلو نبقى قاعدين شايفين الأماكن المقدسة واحنا قاعدين، لا أكثر ولا أقل. وواحد من اشد المتطرفين اسمه هيرش، رئيس جمعيه الناتوري كارتا، بيعيش في القدس، بيقول لك عمره ما راح هناك، تقديس الحائط دي حيله من الحيل السياسيه الصهيونيه. لا هو مش متطرف، معلش ده واحد تاني. تمام؟ فما لهمش علاقه بالهيكل. وده موسى ميمون، ده واحد من اكبر الكتاب، يعني هم بيعتبروه بمنزله سيدنا موسى، ما جاء بين موسى وموسى افضل من موسى. بيقول لك بناء الهيكل لان يتم بواسطة البشر، مش ينفع ان الهيكل يبنيه بشر، لازم المسيح المخلص يجي وهو اللي يبنيه، انت لو جيت تبنيه يبقى انت كده خالفت التوراة. والحكام الاكبر اليهودي السفارديم افتى بحرمة الدخول لمحيط الاقصى، تدنيس مكان الهيكل بنجاسة الميت لدى اليهود. هم عندهم ان اشد نجاسة ان انت تلمس ميت، او تبقى موجود في مكان فيه ميت، او تبقى اتولدت في مستشفى، المستشفى دي اكيد في حد مات فيها، فانت تبقى نجس عشان اتولدت في مستشفى. تمام؟ دي فكره الهيكل، هيكل سليمان. فلو الهيكل موجود المسلمين هيعظموه. انا بروح اماكن تكون فيها، لان احنا معترفين بسيدنا سليمان وسيدنا داود وسيدنا عيسى، كل الانبياء يعني معترفين بيهم وشايفين ان حصل تحريف بعد موتهم. فلو كان موجود كان المسلمين كان اشد الناس حرصا على زيارته،
زي ما الرسول عليه السلام لقى اليهود بيصوموا، فقالوا احنا بنصوم اليوم ده عشان ربنا نجى منه سيدنا موسى من الغرق، فقال لهم انا يعني اولى بموسى منكم. وبعد كده قال لو ان عشتوا لقابل لصومنا 29. فاحنا مش بندور على الهيكل عشان نهده، لا هو ما تهد قبل ما احنا ندخل. زي مكتبة اسكندرية كانت محروقة قبل ما سنين من دخول الاسلام لمصر، ما كانش موجود اصلا، عشان حد يقول لك ان عمر راس حرقها وهي اصلا ما كانتش موجودة تاريخيا. تاريخيا اهل التاريخ يقول لك لا هي اتدمرت قبلها بكتير. فبس ده ما يعني ما يتعلق بالهيكل على السريع.